بنية بسبب حبها المليون روزس قامت تعشق لعبة ببجي وفضلت اللعبة على أهلها وعلى مستقبلها. قصة كلش بيها رسالة وبيها هدف. بس قبل ما نحكي بالقصة أتمنى تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس وتوصل هاي الحلقة أكثر من 20,000 لايك لأن القصة مهمة وكل إنسان يحب اليوتيوبر حبيب قلبي. إحنا ما جاي نسيء اليوتيوبر، إحنا جاي نوجه رسالة من خلالكم للعالم لأن عندنا اليوم بنات ما مراقبة وهاي رسالة مهمة. وأتمنى أنتم تشاركوني بشي بسيط هو اللايك. يوم من الأيام دخلت لعبة ببجي، طبعا أنا مخافي اسمي وخاف صورتي، ما لي شخص يعرفني مثلا من المتابعين هناك. فطبت وياي بنية، قمنا نسولف بالشقة سوالف وشي، فدخلت وياها قيم هاي البنية يعني مجنونة، يعني كلها تريد هي، يعني شغلكم هي تريد كل شيء، يعني متعودة وري الشعبية وري ذن السوالف. فضوجتني طلعنا من الجيم وسولفت وياها باللوبي، قلت لها يا بنت الحلال سؤال، منو اللي شجعك تلعبين لعبة ببجي والطبين بالطيارة والطيارة كلها غلط وفشار وسيب وكلكم شباب ولاعبينها وتعرفون شنو الطيارة مال ببجي، يعني الطيارة يعني أقذر مكان هي طيارة ببجي واقع حال. فقلت له ايش حابش لعبة ببجي وانت بنية والبنية من تسمع فشار وغلط، يعني هاي مسترجلة مو بنية. قالت اني احب ان اليوتيوبر مصطفى. قلت له يا مصطفى؟ قالت مليون روزز. تحياتنا انا المليون روزز طبعا هو يجي يوم يشوف هذا الفيديو. فقلت له شنو السبب؟ قالت السبب اخويا يعني عاشق هذا الانسان، يعني دائما متابع مليون روزس، البثوث المباشرة مالته، متابع يعني قناته على اليوتيوب، متابع هذا الإنسان. فتقول آني صار لو هس أباوع وياه، فقمت أباوع ولعبة وجيمينج، فدائما أباوع اندمجت بهاي اللعبة، نزلت اللعبة كل شيء ما أعرف، فتعرفت باللعبة على شباب، وتعرفون الشعب اليوم إذا بنية ويا باللوبي مو ينسى روحه، ينسى عشيرته، ينسى الأكل، ينسى الشروب، يموت يفقد. يفقد يعني إذا بنية وياك باللوبي وتنزل جيم وياك بالقرآن اللوت الأسلحة الأنفورات يصير عليها سكوب 8 يخطبها بسكوب 8 لك الأوم إلها الدروب إلها يفقد. عندنا اليوم شباب من بنية تنزل باللعبة ينسى أمه وأبوه، البيت محترق هو أهم شيء فوزها. فتقول علموني شلون ألعب ببجي، فاحترفت شوية شوية صرت لعبة قوية. بس صار عندي نوع الجواعة، قلت له شنو هذا الجواعة؟ قالت صار الجوعية بين قوسين. قلت له شنو جوعية؟ قالت أطلب شعبية والله العظيم. قالت قمت كل ما أطب للهوبي الشباب ها بنية قام يدزول دراجات يدزول شعبية، فحبيت أقطن بهذا المجال. قلت له شلون تقطين؟ قالت أقطن بالشباب وقمت أصعد بالشعبية، فجبت مليون، جايب شعبية مليون شباب، قيسوا ياي مليون شعبية ترى مو شوية المليون أوكي. فتقول براس الشباب وصلت المرحلة ياها اللي يجيني ويسمع صوتي حلو أنا انعجبت بيك يضل يلعب وياي، ووصلت المرحلة شنية يمتقطن بيهم شداد. فتقول أني يعني شكلكم هنا أنا نسيت روحي اندمجت باللعبة وتجيني شدات ببلاش وشعبية ببلاش وقفلت على هاي اللعبة. فتقول أني لا من الطبخ لا من الكنس مجرد ألحب ببجي. فجبت تقول بين قوسين تقول قنعت ابوي، قلت له بابا اريد ايباد اتعلم بي وابوي ابي رسومات، فهو ما يدري بي انا مدرج باللعبه واحنا نرجع ونقول مفروض الاهل يراقبون. فجاب لي الموبايل ايباد اندمجت صرت جلاده مو طبيعيه، قمت يعني العب لعب خرافي. بس انا تقول الدم البية قط، قمت احب ان اقطن الشباب، قمت اقطن الشباب رويال باس شدات شعبيه، حبيت سالفه القط يعني قمت أموتن على هاي السالفة. بس مجرد أطب للعبة مجرد أقطن بالعالم وأطلع، تقول صارت الشغلة شغلتي إدمان. طبعا حسابها موجود بس خاف أعطيكم حسابها وتروحون تزولها شعبية. فقلت لها يعني هسه شنو مستقبلك؟ قالت مستقبلي أبقى باللعبة. قلت لها يعني هسه أنت من الطبين شوفين فشار شوفين غلط شوفين سب؟ قالت والله العظيم عندي عادي. ويقول هسه أنا ما أحسب روحي بنية، أحسب روحي رجال وما استحمل ولد، ولي غلط علي غلطة أغلط عليه 10 غلطات. هاي الرسالة طبعا اللي سمعتها بذني وأني أريد أعقب على هذا الموضوع. طبعا مع تحياتنا لكل بنية شريفة والكل بنية مؤدبة، أني ما أشمل الكل، البنات مو شريفة يعني اللعب ببجي مع احترامات كل أهلنا وناسنا وبنات العوائل. بس إحنا نقول اليوم على البنات اللي الطب تنطروحها على مود شعبية، او على البنات اليوم تنط كل شيء على مود رويال باس سعره 15,000. مع الاسف اليوم الاب والام يعني عندهم بيتهم والناس تجي تخطبها بنت فلان وهي بنت فلان. احنا ما نقول الكل، انا ما اعمم،
أنا أشخص البنات اللي ينزل سمعة بلدهن واللي ينزل سمعتهن على مود شغلات تافهة على مود لعبة. هي لعبة تونس بيها ما روح أجدي بيها، هي لعبة ما روح أجدي، وشنو فايدتي أنا طوني دجاج طوني شداد؟ شنو الفايدة؟ شنو الفايدة؟ أقدر أجيب من بذراعي وما مديدي الشخص وخليه يذني ويدور يا شغلات لا أخلاقية على مود شنو يساعد شعبيته وكذا. فاليوم عندنا بعض البنات تطروحها على مود شعبية وتطروها على مود رويال الباص وتقشمر بالشباب أنا أحبك وأموت عليك، وإذا شافت شخص يصرف وهاي ذب ذب روحن بالطين. واليوم مع الأسف اليوم مع الأسف مع الأسف مع الأسف اليوم البنات تدور سعودي، واقع حال هذا لا تقول لي كذيب. وش اسمه اليوم البنية من يشوف سعودي باللوبي أو يشوف إماراتي أو يشوف كويتي ذب روحه، أول شيء يقول هذا يصرف على اللعبة، يقول هذا يدعمني، يقول هذا يعطيني شدات. فالعالم صارت مصلحة، وعندنا هاي البنات هاي البنية يعني هي حتى لو ناسية نفسها بتبو فلان بس هي تمثل بلد، ما تقول تمثل نفسها، هي جنسية عراقية والعلم عراقي وتروح تجدي من شباب من بعض الدول. شنو موقفنا قدام العالم؟ ما راح نتعير بيها باش أبسط مثال عركة. هي باللي أنا أحكي أنا جاي أوجه رسالتي جماعة البوبجي، أبسط مثال عركة مال البوبجي، ما راح يعيرونك صراحة، جاوبني بالتعليقات، ما راح يعيرونك، راح يعيرونك متبلدك هاي، لا تقول لي كلمة عيب نفسه وش... لا حبيبي غلط، هذا الشيء غلط. ابنية تريد تلعبينها العبها نص ساعة ويا اخويا واطلع، ما مجبورة تلعبين يا شباب ودورين شعبية ودورين دجاج، عيب والله العظيم عيب. باشر عقبة مثلا تزوجتي اوكي، مثل شو تطبخين له؟ تطبخين له مش فاهمين، تطبخين له الباص، تطبخين له انفور، تطبخين له مسفين، جاوبيني، تشوي له اسكياس؟ ترى مستحيل والله، والله العظيم عيب. بالقران عيب، انا من اجي احكي بهيش مواضيع والله العظيم منها حرقة قلبي، بالقران حرقة قلبي. لك بنات والله العظيم لك بالحسين من تسمع اصواتهن تروح كاسه انا شاب ومن حقي اصادق بنيه واحب بنيه، ومن تسمع صوت بنيه جميل وبيحنيه وانوثه وتلعب بوبجي ومحتاجه دم محتاجه سكوب يجي صوتها مايع، يعني انا بالنسبه لي اوقع لو ذاك خوب اللي يسحب الاصلي مو يعطيها شدات يعطيها رقم امه بالحسين يروح يخطبها بالروم. فرسالتنا كل بنيه محترمه والكل بنيه مثقفه، اللعبه مو خوش لعبة، صح نلعبها ونتونس بها بس بها سب وبها فشار وبها غلط وبها أهانة وبها عنصرية وبها طائفية وبها ماكو احترام بعض الدول، والسعودي غلط على المصري والمصري غلط على الإماراتي والإماراتي غلط على الكويتي والكويتي غلط على العراقي والعراقي يرجع غلط على السعودي والسعودي غلط على المصري، وصايرة سلسلة صايرة واحد يغلط على الثاني. يعني لعبة هي ونسى واحد تونس بها نص ساعة، أنا ما جاء سقط باللعبة وما جاء لكم لا تلعبون تونسوا وفرحوا، بس كل شيء باحترامه. الشغلة الراجعة للشباب مفروض البنية ما تلعبها، سهلة وأنا غلطان؟ لا تقولوا له إحنا بـ2020 وأنت بزمن الجاهلية، مو جاهلية. هسا أنت مثلا مدحت البنية قلت لا خلي البنية تلعب بوبجي، خلنا نفرضها تقبل أختك تلعب بوبجي، راح أقول أقبل تلعب يا صديقاتها ما يخالف، خل تلعب يا صديقات أختك، بس هاي ليش بدل ما تلعب بوبجي البنية تروح تعلم طبخ؟ تفيدها باشر عقبة تجيكم مناسبة، تروح تجيب من الفرن لو أختك تطبخ لك شيء أكيد أختك، باشر عقبة أختك من تزوج وتروح لغير عائلة وما تعرف تطبخ وما تعرف تكنس ولا تعرف كل شيء تسوي، الله عليك. ما راح أقول هاي ما مربينها، ما أقول هاي تربيتها زبالة، صح لو أنا غلطان صح جابوني شيء أكيد. فالبنية مفروض البنية تعلم الشغلات تفيدها، لأن وراها زوج وراها عائلة وراها مستقبل. والله العظيم ذاك اليوم ابنية تقول أنا ما أتزوج، أروح أخذ للواحد أطبخ له وأكنس له وأغسل له وأسوي له أكل وأحبل وأجيب شو المن طالع للدنيا أنت؟ المن تفهمين؟ جاو المن طالع للدنيا؟ فإحنا من نحكي بهاي المواضيع يا أخواني، أنا ما أعمم على الكل، أنا أعمم على البنات اللي ما مراقبة، والله العظيم الكل البنات على رأسي، وأتمنى يشوفون الفيديو هذا. أنا من نحكي والله العظيم لمصلحة الإنسان، فوالله العظيم أنا ما أعمم، أنا أحكي الشغل بها فائدة. أتمنى الرسالة وصلت، وأتمنى الكلام مالتي دخل قلوب بعض العالم، وأتمنى العالم اللي تحب مليون وتحب غير مليون هاي رسالة تحية حب إله، تحية حب كل يوتيوبر عراقي ذولا باب رزقهم ويحبون يصنعون محتوى، وما عليهم بالناس اللي تقلدهم، هو علي بنفسه، هو إنسان خلوق وما يشوفنا يوتيوبر مليون أو غير مليون طلع وتجاوز وسب. تحية حب واحترام كل يوتيوبر العراقية، رفعت راس ورفعت راس بلدي، يوتيوبرية اليوم ولد بلدي يمثلوني، من يجيبون أرقام عالية ملايين ومشاهدات وملايين المتابعين رفعت راس، ذولا ولد بلدي أتنومس بيهم، بس مفروض أنا من أحبهم أجي أقلدهم صورة جميلة، ما أجي أقلدهم صورة لا أخلاقية مخصورة. أتمنى وصلت الفكرة،
وأتمنى وصل الهدف، وأتمنى تخلون لايك وتشاركون بالقناة وتفعلون جرس، وهمتكم على المليون، أريد المليون نجيبه من شاربه. أحبكم هواية، شكرا لكم، في أمان الله.